ايه ده؟ ده هبوط، ده منظر هبوط، ده طيار سيطرة يعمل هبوط كده؟ هبوط ايه يا استاذ؟ الطيارة وقعت دمدم دودودم. وقعت دمدم دودودم؟ يعني ده مش مطار نيجيريا؟ مطار نيجيريا ايه؟ احنا في المطار، حتى هتلاقي السوق الحر على ايدك الشمال ورا الموزة. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ اقول لك ايه؟ هفني 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 ايه يا جدع انت؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايه؟ انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. عز حبيبتي خطيبتي، ايديك عينيك رجليك كل حاجه في مكانها؟ لا مش لاقيه فرده الجزمه بتاعتي. ايه اللي يعني اللي حصل؟ ما في حاجات كتير ضاعت، الراجل ده راح له شنطه وانا كاب وانت جزمه. ايه مالك يا جماعه؟ هفني هفني، هنعيش اللحظه. يعني احنا كنا هنموت؟ ايوه كنا هنموت. كنا هنموت؟ ايوه بس ربنا ستر. ايوه بس كنا هنموت. الحمد لله. انا لازم ارفع قضيه على الشركه الزفت دي، ولازم كل واحد فينا ياخد تعويض. والله عندك حق يا بطل. سلام عليكم يا جماعه. ايه ده بقى؟ احنا كده؟ ده احنا اشباح ولا ايه؟ احنا متنا كده؟ احنا كده بقى رحنا في طيس؟ قضية ايه يا امه اللي عايزه ترفعها؟ مش لما نرجع بيوتنا سالمين غانمين؟ ما ينفعش انك تسيب حقك يا استاذ، في قوانين ومواثيق دولية بتدينا الحق في المطالبة بالتعويض، ما ينفعش انك تتنازل عن حقك خالص كمواطن على فكرة. والناس بقى اللي وقعت من الطيارة زي صوابع المحشي دي ما جاتش في دماغي؟ رد عليها زي ما بكلمك. يا لهوي على المتعة. ايه ده؟ ايه الزحليقة دي؟ ده جامدة قوي. أنا أول مرة أجربها بس اتبسطت جدا والله. إيه ده؟ بس الراجل بتاع بيت الرعب اللي هنا إيده تقيلة أوي. الصراحة بتاع السندبات حنين كده، يزغزغك ويضربك. إيه يا عم في إيه؟ ده أنت هطل في مخك بقى. ليه يا عم؟ ما أنا شاورت لك عند الشلالات، في إيه؟ شاورت إيه؟ أنت فاكر نفسك في دريم بارك؟ ده إحنا واقعين من طيارة. إيه ده؟ يعني إحنا عملنا حادثة؟ ده فقط الذاكرة. امال الواد ابني قال لي ان الموتوسيكلات والعربيات هم اللي بيعملوا حادثه والطيارات عمرها ما تعمل حادثه. بقول لك ايه يا انسه، معلش في حاجه جوه عليها امارات الصلاح كده قاعده في الطياره عماله خش اقتليها وريحينا. يا عرباوي يا عرباوي، انت فين يا عم عرباوي؟ ايه يا طلبه في ايه يا عم؟ سبتني في السيموليتر وفلقت مني كده. أنا كنت فاكر زيك بس طلعت حادثة. حادثة؟ يعني الشقلطة دي كلها طلعت حادثة؟ والله تخيل المتعة دي كلها طلعت حادثة في الآخر. سبحان الله، والله دي حاجة حلوة أوي. بس مش حاسك أنا كده، مش أنت عرباوي اللي أنا أعرفه. مفيش من الخضة بس. لا لا مش أنت. والله من الخضة. طب عرباوي. لا 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 عرباوي. أوبا لا 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 لا. أهو يا عم ما أنا زي الفل أهو. عرباوي ده اللي أنا أعرفه. واحدة واحدة يا تيتا، واحدة واحدة، واحدة واحدة. انتوا مسندني ليه؟ مسندني؟ ده انا ندوبهم ثلاثة، اوعى يا. طب تعالي تعالي. اوعى. ما تخافيش. قول لي، هو احنا وصلنا ليبيا؟ ليبيا ايه يا حاجة؟ احنا كنا رايحين نيجيريا. صح، اوعى. طب يا بنتي كذب. طب انا عايز اعرف، احنا وصلنا نيجيريا البلد ولا نيجيريا المحطة؟ نيجيريا المحطة ايه؟ لا احنا في نيجيريا الخيمة. بجد؟ يا حاجة اتبطي بقى وما اسمعش صوتك. انت بتزعق لي يا ابن حنفي؟ حنفي؟ انت تعرفي ماما منين؟ ايه؟ انت على كده تعرفي بابا؟ ابوك مين يا؟ الحاج سوريا. لا معرفوش. يا حاجة الطيارة رشقت. ايوة انا سعيد، سعيد جدا بجد، اول مرة اجرب الرشق. الحمد لله. بتقلقيش يا حاجة، هنزبطها هنزبطها. انا مش قلقانة، بس قول احنا فين دلوقتي؟ اقول لها ايه دي بقى؟ اقول لها ايه؟ بص يا حاجة، احنا في جمصة. بجد؟ تنزلي معايا الميه ولا تقعدي هنا على الشط؟ لا اجيب لي سنار. ما تجننيش بقى يا حاجه بقى، حرام عليكي بقى. لو سمحت بقول لحضرتك ايه؟ ها؟ تعالي بسرعه اخلصي. نعم. حضرتك المضيفه؟ ايوه. طب ممكن عصير برتقال؟ عصير يا استاذ في اللي احنا فيه ده؟ ايه يا اما في ايه؟ اجيب من اي كشك هنا بفلوسي واجيب اربعه فرط كمان؟ ايه يا عم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده انت بتكلمي راجل قدامي؟ اسمعي يا هانم، انت مخطوبه الراجل وكلمته تمشي عليكي زي الساعه. بس تاني زي الساعه، لا بتقدم ولا بتاخر.
هفاني هفاني يا حبيبتي. وبعدين لو سمحت هو انت يا جدع انت مبسوط كده ليه؟ بس انا بغير. مين قال لك بتغير؟ ايه يا جدع انت؟ انت مش دريان بحجم المصيبه اللي احنا فيها؟ هفاني هفاني يا جدع. هفاني ايه؟ الطيار بيعمل كل ده ايه جوه؟ هو بيحاول يبعت استغاثه بس تقريبا الجهاز معصلك معاه شويه. جهاز ايه ده؟ جهاز الارسال. ربنا يستر. يا رب يا رب. ايه ده؟ طب افرض بقى الجهاز ما اشتغلش يا حلوين، ده يبقى نهار اسود، يبقى نهار كوبيا، هنفضل طول عمرنا عايشين هنا. لا 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 مفيش الكلام ده، هنفضل عايشين هنا ايه؟ انت ما اتفرجتش على مسلسل لوست؟ هيلاقونا في اخر حلقه. يا جدع انت بتقول ايه يا جدع انت؟ احنا مش فايقين لك. يا رب. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ يا هبال خد فشار. انت بتعمل ايه؟ بشوف شبكه. شبكه ايه وانت؟ ده احنا في غابه، هتلاقي شبكه محمول؟ ده انت كبرك تلاقي الشبكه اللي بيقفشوا بقى النسانيس. ايه؟ هو انت بتكلم مين يا باشمهندس؟ بكلم الشيخ بتاعي. ايه ده؟ هو انت من الجماعه اياهم؟ انا مش منهم بس بحترمهم. والله انا ما عارف ايه الفقر اللي الواحد فيه ده. انا سافرت كتير قوي، وسافرت الصين يوم ما انوي اسافر افريقيا، الطياره تطلع صيني وتقع، دي حاجه هم والله. ايه ده؟ وايه اللي جابك نيجيريا يا باشمهندس؟ انا جيت يا عم اصل انا بتاجر في فوانيس رمضان وشماريخ شعبان والكلاب اللي بتعمل كده. بجد؟ اه والله. لا خطيبتي. ايه؟ خلاص يا عم في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ده تاجر فوانيس حضرتك؟ ايوه. لا نتشارك بقى. ماشي نتشارك. انت بتشتغل في ايه؟ انا رجل اعمال. والله؟ اه. وشغلك بقى في ايه؟ ايه في اعمال بقى اللي هي الدجل والشعوذه والحاجات دي. اه انا الرجل بتاعها. دجال يعني؟ اه. بعمل بقى سعادتك ايه بقى سعادتك؟ بعمل اللي هي الحجبه. الحجبه دي؟ لا دي بالفتله دي. بعمل بقى اللي هي الحجابة دي واللي هي والخمسة بقى الكفوف والخرزة الزرقاء والصنادل الصغيرة والبسكويت بالملح. آه لا نتشارك. آه لا فرصة سعيدة جدا. أنا أسعد حبيبي. طب وإيه اللي جابك هنا يا باشمهندس؟ أنا يا سيدي فاض عندي في المخزن كده شوية سبح وسجاجيد صلاة، قلت أجي أبيعهم للمسلمين اللي هنا. آه يعني أنت تاجر كوليشن كان يعني؟ بالظبط كده. وأنت؟ أنا بهايم. قصدك بهيم؟ إيه؟ لا انا جيت نيجيريا هنا عشان سمعت ان البهايم كتير قوي. بسم الله ما شاء الله. نعم. انا اقصد مش انت بتتاجر في الكلاب اللي بتعمل كده؟ اه. انا بتاجر في البهايم اللي بتعمل كده. اه ده شغلي بقى. بصوا بقى يا جماعه، انا احب اعرفكم بنفسي، مروه الشايب، ناشطه سياسيه ومجتمعيه. الوضع اللي احنا فيه ده بيدفعنا دفع لعمل وقفه احتجاجيه للتاثير على الحكومه في حل مشكله الطيران اللي اصبحت في اسوء حالتها. انا معاكي على فكره. وانا معاكوا جدا في الموضوع ده، وبقترح اقتراح، ولما اقولش في كلمه اقتراح لو بتضايق حد يعني، احنا نعمل الوقفه دي قدام بيت الزواحف. زواحف ايه؟ زواحف النينجا. ولو الزواحف هتتضايق نعمل الوقفه دي بقى قدام بيت الاسد، ونقعد نقول له بامك ما تقولش لا، او ابوك ما يقولش لا، ونقعد نشلشل ونشتم ونبهدله. اه يوم يطلع لنا الاسد بقى. لا 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 ما يطلع لناش الاسد، تطلع لنا مرات الاسد. ايه ده؟ تفتكر دي هتطلع؟ لا 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 دي سهل التعامل معاها جدا، ما تقلقش حضرتك. ده عسل يا راجل. لا دي. لا 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 انت بتتريق؟ ايه في ايه؟ ما احنا واقعين في غابه، في ايه يا ماما؟ هفن يا اخواني هفن. ايه ده؟ هو التلفزيون ضرب؟ اه يا حاجه معلش مش هتعرفي تتفرجي على كاظم النهارده معلش. ايه يا جماعه في ايه؟ هنكمل حفلتنا عادي، قنبله وانفجرت الحفله تبوظ؟ لا. طيب امال ايه؟ شغل الدي جي يا عبده. رجلك والجهاز، اوعى رجلك والجهاز، رجلك والجهاز. رجلك والجهاز. ها ايه الاخبار يا كابتن؟ ايه الاخبار يا معلم؟ مية مية شفت الطياره وهي بتقع. يا نهار اسوح. يا ريت كان معايا كاميرا فيديو. يا نهار اسوح. بعت رساله يا كابتن. رساله مين؟ رساله مين؟ انا بس عايز ايديكم معايا يا جماعه والنبي. ها هنزق الطياره زقه، اقوم انا جايب التاني وانتش اول ما انتوا تزقوا. يلا 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 بينا يلا بينا يلا. ايه لا هوب ايه لا هوب. بتزقوا ايه؟ بتزقوا في ايه؟ دي اوتوماتيك يا جماعه ما بتزقش. وبعدين لو زقيته هنطلع نكمل بيها زق لفوق ازاي؟ اي هبل يا عم. مش انت اللي قلت زقه؟ واي حد يقول لك اي حاجه تصدقها يا كابتن. انت كنت معانا على الطياره؟ ايوه. ما شاء الله عمر ما شفتك. ايه المناظر دي؟ اتفضل الجهاز اهو. ايه ده؟ الجهاز ده شغال؟ اه اتفضل اتفضل يا معلم. جرب جرب اتفضل قول الو. بس اوعى يكون بيكهرب.
لا ما بتكهربش، ما تقلقش. هو انتوا مش الكاميرا الخفية؟ يعني جايبينك وموقعينك بطيارة في الغابة عشان نقول لك رامز جلال يعني؟ لا خلاص ماشي حاضر. يلا قول الو. الو الو الو. قال لك حاجة؟ لا ما قالش بس هيرد ان شاء الله. قول الو. الو. قول له يا ريت يبعت لنا 10 بيضات وتمن بسطرمة. بيقول لك ابعت 10 بيضات وتمن بسطرمة. وقول للواد مشمش يركن في الموقف. بيقول لك مشمش ايه؟ ايه مشمش دي؟ هات هات، انت مش مصدقنا اصلي. واد يا حماده. نعم. ما دام بتكلمه قول له ما انساش ازازه الدواء بتاعتي. ازازه الدواء؟ حاضر يا حاج حاضر. الو. ها مشمش. ها بقول لك ايه؟ الطياره عملتها معايا يا معلم. ايوه يا معلم. انت فين؟ على الدائري؟ طب شوف لي كهربائي وتعالى. تقريبا وش سلندر. احنا في الغابه. بص عند ورق الحائط. ماشي ماشي يلا سلامه. ماشي سلام. ايه ده انت بتتريق علينا يا عم؟ انت يا عم الجهاز باظ زي الطياره ما بقت نمليه. الجهاز باظ يا شيخ. الجهاز ده اللي فرقع من شويه. هو اللي فرقع. الله، يعني انت بتشتغلنا بقى؟ بشتغلكم. عايز حاجه ولا طب ايه؟ طب يا عم عايز مكانك ولا عندك كاميرا؟ والمسدس ده طلقة في دماغ اي واحد فيكم. لا انتوا فاكرين ايه؟ انا تعليم عالي بس التربيه واطيه. ايه يا عم انت طيار ولا معلم؟ معلم يا معلم. وعايز تتعلم تعالى اعلمك. احنا هنا كلنا في مركب واحده. وبعدين انا متعلم السواقه وزي الفوق اهو. الكتاب معايا اهو، كيف تقود الطياره في 3 ايام. انتوا حظكم الاسود جيتوا ركبتوا معاه بعد يوم. لو صبرت يومين كمان، لو صبرت يومين كمان اتفرج بقى على اللي كنت اعمله معاك. كنت ممكن اوقعكوا في اسبانيا، في ايطاليا، في اي حته يعني. يا عم هو انت اشتغلت طيار اصلا قبل كده؟ انا طول عمري شغال طيار. انا بديها من الصفر. انا شغال طيار من وانا عيل صغير. اشتغلت طيار في ماكدونالدز، واشتغلت في بيتزا هات. لفيت يا معلم وانا طيار كده بالساهل. احنا اسفين سعادتك، اتفضل اقعد، احنا شويه كلاب. احنا بنفضفض معاك بس بكلمتين عادي يعني. اهدى لو سمحت يا استاذ. وبعدين حضرتك اكيد عارف ان حمل السلاح بالنسبه للمدنيين محظور. الكلام ده بقى تقوليه هناك في حقوق الانسان حضرتك، لكن انا هنا في وسط غابه وفي وسط وحوش، لازم يبقى معايا سلاح. اي حد هيتكلم الطلقه تبقى في دماغه. انت تعرفي تسوقي؟ لا. انا تسوقي مش تبقي فاهمه يعني. يا كابتن. ها ايه اللي حصل بالظبط في الجو؟ اللي حصل يا معلم، انا ماشي لا بيا ولا عليا، وسايق الطياره وسجارتين، والبت دي جابها لي شويه شاي ومية مية، وبسمع ام كلثوم. لقيت لك بقى ايه؟ سواق طياره تانيه جاي عكسي ابن اللذينه، وقعد يقلب لي العالي. جنني. رحت انا محوك كده الطياره عومت معايا، كنت هطلع الرصيف ده. الحمد لله ربنا ساتر. لا الحمد لله. وبعدين احمدوا ربنا ما فيش واحد فيكم اتعور ولا حد مات. احمدوا ربنا. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا فين. احنا فين؟ احنا في الغابات. واضح اهو يعني احنا في الغابات. وبعدين انتوا بالنسبه للاكل والشرب ما تقلقوش يعني. غابات يا كابتن. احنا فين؟ ايه اللي احنا فين؟ ما واضح يا ابني. احنا فين ايه؟ هي ايه المنطقة؟ ايه المكان؟ على حسب الأشجار اللي أنا شايفها دي يعني، يبقى احنا في حي الأشجار. ايه ده؟ أنت بعد كل ده جايبنا في أكتوبر؟ وأنت ما تعرفش إن احنا في أكتوبر ولا إيه؟ ده الناس كلها عارفة إن احنا في أكتوبر، أنت عبيط ياد ولا إيه؟ المهم بقى بالنسبة للأكل والشرب يعني. هنا زي ما انتم شايفين اهو، ما دام في اشجار يبقى في ميه، وما دام في ميه وفي اشجار يبقى في فواكه. ممكن تلاقي مانجا، وتلاقي كانتالوب، وتلاقي كيوي، وتلاقي اناناس، هتلاقي كل اللي انت عايزه. ايه ده يعني ممكن اعمل فخفخينه؟ ده انت ده طالع رحله. ايوه يا سيدي اعمل فخفخينه براحتك، بس زي ما في اكل وشرب في برضه حيوانات مفترسه، خلي بالكم. الله، انت بتحب الحيوانات المفترسه؟ جاي يمكن ياكلني. انت مش فاهم. ايه الطياره الغريبه دي؟ كرا يا واد، انت مسود عيشتنا كده ليه؟ ما تقول حاجه عدله زي اللي اسمه ايه ده، ولا خلي عندك بتعمل بتاع ده، ولا اقول حاجه من الحاجات ده. هي مين الانسه؟ وربنا ما عرفها. دي تقريبا الحادثه اثرت عليها يا كابتن. سيبيه. الحادثه اثرت عليها. سيبيه سيبيه، انا عارفه ابني ماتيلدا دايما عامل لي كده، فيها بتاع بطاطا.
بتاع بطاطا دي شتيمه يعني ولا ايه؟ استعبط استعبط، خش في عيب خش يا خش في عيب خش. واقول لك روح تلات ايام وانده لهم، بس ودين يوم التلات لوري لك، بس هم يجوا بس يجوا. الوليه دي مين دي؟ انت لسه هتقعد ترغي؟ سيب لي المفتاح هنا ما تتكلمش يابا عشان عايز انام. يلا امشي. حاضر اسيبهولك. حاضر يا كابتن. الوضع اللي احنا فيه ايه؟ الوضع ان احنا هنستنى نشوف اي حد بقى يعدي علينا يشوفونا ان احنا تايهين هنا ياخدونا يوصلونا، بس نحاول نحمي نفسنا يعني. ايه؟ يعني هنبات هنا؟ هنبات هنا؟ دي غابه، عارف يعني ايه غابه؟ فيها حوالي اكتر من 35 نوع حيوان مفترس. ده نوع منهم، خلي بالكم منه ده. ومش اقل من 200 نوع من الزواحف الضاره. شد السيفون تقريبا. اما عن الحشرات اللاذغه ففي مش اقل من 5000 حشره. 5000 حشره؟ انا في حشره دخلت في قفايا. بقوا 4999 الحمد لله. حاول تنقيهم بقى يا معلم. طب في الدب اللي بيلعب بالكور ده؟ والله انت جاي فن فعلا يعني. والله العظيم حرام عليك وحرام عليك انت، والنفس اللي بتتنفسه ده خساره فيك. بقول لك ايه، انا مسدس معايا، اي حد هيلابط انتوا حرين، كلكم هتلموا عليا ولا ايه؟ ها عايزين حاجه ولا ايه؟ بص يا كابتن، احنا ممكن نلم بعضنا كلنا ونبات جوه في الطياره. اتفضل اتفضل الكل يخش على الطياره. ده حق من حقوق الستات، الستات هم اللي هيناموا جوه، انتوا شوفوا لكم اي حته تانيه تناموا فيها. لا عشان لبسنا معفن وشكلنا معفن نقوم نبات على الرصيف؟ لا ما تقولش عن نفسك كده يا معلم، انت من حقك انك انت تبات في الطياره زيك زيها بالظبط، ما هم الناس دول بتوع كلام وخلاص، ما هم اللي خربوا الدنيا يا عم الحاج. لولا اللبط بتاعه وكل شويه عماله بتزن وعامله قلق في الطياره ما كناش وقعنا، انا كنت ماشي ومركز يا سيدي. ده ايه دي يعني؟ هما كده هما كده بتوع حقوق الانسان كده. لا لو هي حقوق انسان انا حقوق عين شمس على فكره. في ايه مالك؟ وبعدين انت ما تتكلمش خالص. اهو خدوني منك ايه؟ ده ايه؟ لو شكلك هاكل لحمك. انت بتقلب لبقر على طول ليه كده؟ لا مغلول، خدوني منك ايه؟ انت كده مغلول؟ انت كده مهبول. لو مشكك هاكلك بسنانك. يا عم تاكل مين بسنانك يا عم؟ لا بقول لك ايه، فتح معايا بقول لك. يلا يا جماعه كل يخش على الطياره، كل يخش على الطياره. يلا اتكلوا على الله. على ركاب الطائره رحله رقم 1313 التوجه الى الطائره. ونبي اخوانا حد يجي ياخد الست الكبيره دي يدخلها لنا جوه. يلا 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 طبعا يلا 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 تاني يلا تلاته يلا ده اربع لايات يلا لايات يلا يا سلام يلا تاني يلا يلا ومال يلا يلا يلا. بقولك ايه يا بقرص؟ ايه يا حاج؟ هو في ست كبيره هنا؟ بس اتحرقت يا حاج الحمد لله. طب والنبي خلي بالك منها، دي زي امك. حاضر يا حاج ان شاء الله. وبعدين قول لي، هو احنا وصلنا السعوديه؟ يا حاجة احنا في جدة دلوقتي، واللهم بلغنا دبي ان شاء الله. طب والنبي وديني القلعة. ما هي لبست يا حاجة والله. وبعدين انا عارفاك بقى، تسيبني في الميكروباص وهو مولع. ما انا كنت بعمل سبعات بالموتوسيكل ساعات. معلش بقولك ايه يامي؟ ايه؟ هو انت بتسفي ايه؟ عايز افهم بس. معلش شوفها بتسفي ايه وبعت لنا. حاضر ماشي يلا معاهم معاهم. يلا يا كابتن. لا انا مش هينفع دلوقتي ادخل الطياره، هم عرفوا ان انا معايا مسدس، ممكن يغفلوني في اي وقت وياخدوا المسدس، الله اعلم ممكن يعملوا بيه ايه، عشان كده انتوا هتبقوا معاهم جوه وانا هروح ابيت في اي حته. تبات في حته تانية فين بس يا كابتن؟ حشره تعضك او اسد يقرصك. اسد اللي يقرص إيه؟ انت لسه جاي جديد الدنيا ولا ايه؟ هنعمل ايه من غيرك يعني؟ ما تعملش اي حاجه، انا هشوف اي فرع شجره، هشوف كهف هدايره، يعني هظبط نفسي انا. اتكلوا انتوا على الله. واقفلوا باب الطياره من جوه كويس، ما تفتحوش لاي حد يخبط. حاضر. اي حد يجي يخبط عليكم قولوا لهم قولوا له بابا مش هنا. حاضر. يلا يلا قدامي يلا قدامي. بتقوي لي عضله البنج البت دي. ارفضك يا اوعدك ولا ايه تاني مش هسأل. ايه ده انت جميله قوي، ايه ده
ولا طالبه، انت مش تخش تنام ولا ايه؟ لا يا عم مش هدخل انا، ما انا هتمشى شويه اشوف الدنيا فيها ايه. انت ما بتنامش يا طالبه، انت بتشف ترامادول ولا ايه؟ يا عم مالكش دعوه بيا، انا هقعد في الهوا شويه. طيب طالما هتقعد بقى يا سيدي انا هسيب لك المدام هنا. مدام؟ اه. يا دي مراتك؟ اه دي مرات، والنبي خليها في عينيه. نافع ايه؟ بخاف عليها قوي بس هي بتحب تنام بره. ماشي. يلا سلام عليك. سلام سلام يا اخويا، مجنون يا ابن المدام. طب انت بتضحك على ايه بقى؟ انت راخر في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا عم بتضحك على ايه؟ اصل انا كنت ماشي في الغابه كنت جعان جدا، لقيت شجره مليانه خيار، كلت خياره مش عارف ايه اللي حصل لي. يعني كل الضحك ده من خيار؟ على كده لو كلت طماطميه هيغمى عليك. هات يا عم هات، ما تقرفناش، هات ناكل والله جعانين. ده انتوا حاجه هم في مصيبه وانت ماشي عمال تضحك، حاجه زفت والله. يا ابني الطياره وقعت. ايوه انا عارف انها وقعت. انت عارف ان الطياره وقعت؟ اه وقعت. على فكره بقى هي ما وقعتش. امال ايه؟ ده هي بتمون وهنطلع على طول. ده العجل فسه فسه. بقول لك الخيار ده حلو قوي، ما تلف لنا خيارتين. وده يفولك في ايه؟ في ورق عنب؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي اكرم. وانت؟ اسمي صفيناز. زلزال زلزال ايزا الخيال زلزال. ايه ده ايه ده؟ حد سمع صوت بره؟ انا بيتهيألي ان في حد. يا جدعان ربنا يستر والله، ما الراجل قال لكم 20 نوع حيوان مفترس على 5000 نوع حشره، يعني هتلاقي اللي شي بيعض وشي بيخض وشي بينط، هتلاقي اي اخ من دول ولا حاجه معدي، ربنا يستر. مفيش حاجه يا جماعه، هاف فاني هاف فاني. هونج شونج، حد معاه شاهين سامسونج؟ بام 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 بام.
غطوة زعيماتي مام مام زعيماتو فاني جميل سكر حلوة الدنيا السكر سكر حلوة الدنيا السكر صباح الخير صباح الخير يا عنزة وحشتيني يا حبيبتي عاملة ايه؟ بص بقى النهاردة عينك تيجي كده ولا كده هحولهم لك هتيجي على ايه غزالة ولا قردة؟ ما رشقنا في الصحراء واللي كان كان يا سلام نسيت صور هيفا اللي ملزعة في كل حتة في قطك هيفا أنا برضو بتاع هيفا يا حبيبتي هو في أهيف منك يلا بقى ركزي معايا كده نروح نجيب فطار عشان الناس الغلابه اللي جوه دي يلا بقى خد خد تعالى هنا ايه انت هتعوده مع دلع ده من دلوقتي ولا ايه دلع ايه عزه ده شغلنا لا طبعا الناس دول ضايعين زينا زيهم بالظبط كلنا هنا في موقف واحد يعني كل واحد لازم يعمل اللي عليه وكلهم لازم يشتركوا في العيشه اللي اتكتبت علينا هنا دي يا عزه ده شغلنا احنا زي قبطان السفينه اول واحد بينط من السفينه بغبائه ماشي بس هاجي معاك بس بقول عزه ايه ايوه هنقول عزه قالك هنقول كلنا ان شاء الله غريبه قوي البت دي انا مش عارف انا خطبتها ليه اصلا وانا عايز اخد وقفه في الموضوع ده ايه ده في يا عم انت بتزق ليه ايه ده انت ايه انت اللي مين انا بسام ايه ده امال فين الكابتن ماجد لا عضيته السلعوه انت عبيط عبيط انت بتشتمني طب يا هبال خد خيار انت عبيط يا عم انت كنت مش بتضحك من شويه انت بتضحك البكي بس يا عم سيبنا اكرم صاحبي هيروح مني والله ماله اكرم ده حبيبي بص يا عم احنا كنا ماشيين في الحديقه دي امبارح لقينا ايه بقى شجره مليانه خيار على عينها كلنا خيار اتبسطنا وعملنا دماغ هو بقى الطافس كل قتايه قد كده جاله اوفر دوس لا حول ولا قوة إلا بالله أدمن الخيار تبا للمخللات حبيبي أكرم طلبة أنت فين يا أكرم طلبة أنت فين الحقني يا طلبة مش قادر الخيار بياكل في جسمي مش قادر أنا خلاص مش قادر شوفني معاك أي خيار يا طلبة قلت لك الخيار بيزن اسكت بقى يا أخي هات لي أي خيار معاك خلصت الخيار كله مفيش خيار شوفني أي حاجة إن شاء الله حزبة بقدونس أي حاجة مش قادر أنا خلاص قربت أشم بصل هات إيدك خد آخر حاجة كنت أتخيلها الند بإيدي لصاحب الخيار بس أعمل إيه؟ ما قداميش خيار تاني مين؟ أنا يخرب بيتك إيه ده في إيه؟ سايبين الطيارة وخارجين برا ليه؟ بوليس ارمي الخيار الخيار ده بتاع مين؟ لا الخيار ده طلع لوحده هنا يا باشا طلع لوحده؟ وريني خد يا باشا جبتوا الخيار ده منين؟ يا عم إحنا مش معانا خيار ها مع ايوه جبتوه منين يعني احنا لقيناه هنا في الشجره دي انت اكلت خيار ما تاكلش انت خيار ليه انت الطيار ما تاكلش خيار الطيار ما ياكلش خيار حلو الطيار ما ياكلش خيار الطيار ما ياكلش ولا شايفك حمار ابتدى يشتغل اهو الخيار ايوه ما تاكلش بقى من القعر بقى عشان ده تقيل قوي اللي تحت الحته الاخيره دي يا عم خش يلا خش يلا طياره يلا خش طياره خش طياره الطيار ما يكونش خيار صباح الخير يا كابتن ها نمت كويس تمام الحمد لله نمت نومه جامده جدا كان في كهف هنا اهو ورا كده اهو رحت الكهف نمت وغطيت الباب كله قفلت كله بالحجاره عشان الصراصير قلقتني طول الليل امال انت جاي من هنا ليه يا كابتن لا مفيش ما انا نزلت من هنا رحت على هنا وجيت من هنا كده ايوه كنت بتعمل ايه يعني يعني موضوع كده عملت موضوع كده وجيت على اللي هو ايه يعني انت مصره يعني عملت حاجه يعني عملت حاجه وجيت كده ما بلاش قرف بقى عملت حاجه وجيت اكل يعني بعد الاكل يعني سيبك منها انتوا رايحين فين دلوقتي سيبك منها يا كابتن دي خلاص انتوا رايحين فين احنا رايحين في قالت لي تعالى هنا ورا الشجره وزمت عليا هتروح ورا الشجره هي اللي قالت انا لسه جاي من هناك يلا روحوا هناك بس هتروحوا مع بعض ولا ايه ايوه هنروح مع بعض لا احنا رايحين نجيب اكل مش حاجه ثانيه اما شاتوا لي بيض بالبسطرمه يلا عينيا يا كابتن يلا ورايا بقى بسرعه بقى يلا بقى بسرعه بقى ايه ده يا ساتر يا رب
اللي قضيتها في حياتي. المعلم بتاع المواشي ده ما بيبطلش تشخيص، ده انا يا دوب نمت كده على الفجر من صوته. يا سلام، من حقه، من حق كل انسان ان هو يعبر عن رايه بالطريقه اللي هو عايزها، ولا مش دي اللي انتوا بتتكلموا فيه طول الوقت ولا ايه؟ من حقه يشخر زي ما هو عايز. انت بتتريق؟ لا ما تعتبريش بتريق، اعتبريني بذاكر يا ستي. يعني انت تبقى عامل المصيبه وما ناخدش منك غير تريقه؟ مصيبه ايه؟ ما الحمد لله الطياره وقعت سليمه وكلكم سلام. عايز ايه؟ ايه ده؟ ده حيوان غريب، خلي بالك. ده حيوان عمر ما سمعته قبل كده. ده بيوجه أسئلة. أنا المفروض أرد أقول إيه يعني؟ أيوة تحت أمرك، أهلا وسهلا، إزيك يا معلم؟ إزيك أبو الكباتن، عامل إيه؟ نمت كويس؟ الحمد لله نمت نومة زي الفل، بس جيت ساعة الفجر كده ورحت قايم. قمت تصلي الفجر طبعا؟ لا للاسف، معلش الفجر فاتني، معلش بقى. معلش وانا مال؟ بس الانسه دي بسم الله ما شاء الله هي اللي قومتني. هي اللي قومتك؟ عندها جيوب انفيه، مش جيوب انفيه، دي بناطيل انفيه. بسم الله ما شاء الله، صوت دولبي ديجيتال نقي جاب اخر الغابه، بسم الله ما شاء الله. يعني كان بتشخر؟ بتشخر يليه وي، ده كانت خرباها. ايه ده، انا ما اسمحلكش على فكره. ما اسمحليش ايه؟ بقول لك ايه، سيدي هاتك عندي يا بت. في ايه؟ ده غير بقى الرفس والتشليت والزغاريت والشرفات، وكتبنا الكتاب الحمد لله في نادي نقابه المهندسين وجينا على طول. يعني انا بتشخر طول الليل؟ امال بس عامله لي فيها الرقيقه وبتاع. احترم نفسك يا راجل انت، وانا كنت نايمه جنبك وانت بتقولي قدامي جنبي يا بنت، انت مجنونه. خلاص 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 يا جماعه، صلي على النبي، صلي على النبي، واهدوا اهدوا اهدوا يا معلم. معلش إيه ده؟ مش ممكن. أبو طبعا مش ممكن طبعا. ايه ده، هي مالها في انا مجنونه البنت باين. انا الصراحه كنت عايز هنا اهو كده ورا الشجر. لا انت مش فاهمني، بس انا عندي مشاكل. ايوه انا بقول لك هنا اهو ورا الشجر، بس لو وقفت دقيقتين كمان هتقعد تتدلع لغايه ما تزروت الدنيا. بقول لك ورا الشجر. مش حاضر. يوه حاجه غريبه جدا، انتوا عمالين تلففوني من الصبح. يلا تقعدوني، تعال تعال يا حاج. لا انا مش شايفه. ما تترجعي في اي حته يا وليه، واحنا في السيما. طولة لسانك وقلة أدبك دي اللي هتوديك في داهية. بقول لك، هو أنت قربت القذافي؟ أنت بتقولي أي كلام من الصبح ليه؟ يد ده أنت هتروح جهنم والله. تعالى يا أستاذ سعيد أقول لك. إيه ده؟ إيه ده؟ بتقولي أنا سعيد؟ وأنا أسعد. أنا مش فاهمة، مش أنتوا خلفة عنايات؟ إزاي مش عارفين بعض؟ عنايات مين يا حاجة؟ طب أنتوا دلوقتي أنتوا مش في المدرسة ليه؟ مدرسة؟ إحنا أصلا في المدرسة. المدرسة أصلاً. يلا. قطتي صغيرة واسمها نميرة. الواحد واقف مضبوط، والاتنين بتبص عليه، والتلاتة تلات سنات، والاربعة اتنين واتنين. هات القرش. خد انت قرش وهو قرش، بس ما تشربوش سجاير وما تلعبوش في الشارع. خلاص هات السندوتشات. طيب اعملك سندوتشات جبنة بالخيار. على فكرة الولية دي مش عاملة دماغ خيار. لا عاملة دماغ ايه دي؟ دي دماغ لفت عليه وعلى دماغها. يا جماعة يا جماعة. ايه ايه يا عم؟ انا لقيت السهم ده. ايه ده السهم؟ وريني. الله ده حلو. لقيته فين؟ لقيته في الشجرة اللي هنا. في الشجرة دي؟ ايوة. يبقى دي شجرة سهام. لا دي شجرة سعاد. ايه ده؟ هنقضيها هزار ولا ايه؟ بقول لكم السهم لقيته مرشوق في الشجر. عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني السهم ده كان مرشوق في الشجرة. ايوه يعني ما احنا فهمنا يعني. مش فاهمين؟ لا. السهم ده يا كابتن يا كابتن الحان يا كابتن الحاني. في ناس سفركم يجروا وراكم. يجروا وراكم؟ ايه ده؟ ايوه الحاني. ايه ده هو؟ ايوه هو. استنى كده تفتكر كده هعرف اتجوز. ده ملوش علاقة بالجواز يا ابني، ما تقلقش. طيب. تقلقش ما تقلقش. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. في حتة جوه لسه. دور عليها أنت بقى، ها؟ إيدك خفيفة قوي يا دكتور. يا رب يخليك. طب تفتكر كده أنا هتعود على السهم ده؟ إن شاء الله هتبقى مدمن، ما تقلقش. أيوه يعني هقدر أبطل. هتبقى. وسع يا جدع! وسع! يا رب تقع يا معلم يا رب. في ايه في ايه؟
اهدى 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 بس في ايه؟ جماعة أفارقة؟ أيوة. طب بص اتكلم أنت وأنا هجنها يلا. ماشي. جماعة أفارقة جم جري عليا. وجهوا ناحيتي سهام وكانوا ماسكين سكاكين ودخلوا عليا دخل الدبيع. دخل الدبيعة؟ اه. وأنت عرفت إزاي؟ ما أنا جزار في إيه؟ جزار ولا دبيحة؟ لا أنا جزار يا أبو الكبات. طب يلا يا جماعة كله يخش على الطيارة، واضح إن الأفارقة رصدوا مكاننا، يلا كله يخش على الطيارة بسرعة بسرعة. تعالوا من هنا تعالوا من هنا تعالوا من هنا من هنا. اقفوا في النص اقفوا في النص. هم عاوزين إيه؟ يعني هيكونوا عايزين إيه؟ عايزين يقتلونا وياكلونا طبعًا، محدش يبين أي عنف عشان ما يتعاملوش معانا بعنف أكتر. أيوه أيوه، مش دول بتوع أفريقيا البدائية؟ أمال يعني أفريقيا الإعدادية؟ الخيار شغال. أيوه دول أكلي لحوم البشر. إيه ده؟ أكلي لحوم البشر؟ وأنت قلقان ليه؟ أكلي لحوم البشر مش أكلي لحوم البقر، ما تقلقش. تاتي 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 يعني عضو. تاتي تاتي تاتي. لا دي بطاطي، انت عايز ايه؟ بطاطي يا يا انت هوتو اكس شوكولا. العب الراجل ده بقى صاحب شجرة الخيار. كالبوزة لازلم. لا عرباوي احمد يا معلم. هونجا هونجا. ايه هونجا هونجا هونجا؟ سيفك انا عربيتي ضايع. عامل لك ايه؟ هما بيقولوا ايه يا كابتن؟ نعم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه يعني؟ بينقوا الدبيحه اللي هياكلوها. يعني مش انت كابتن ومعاك مسدس؟ اقتلهم. اقتلهم ليه؟ فين حقوق الانسان؟ اقتل ناس ابريه ليه؟ دول هياكلونا. من حقهم من حقهم ياكلونا، هم لقوا اكل تاني وما كلوش. بلغاتي زعيماتي. ايه ده؟ بلغاتي زعيماتي. بلغاتي زعيماتي احتراماتي قبولاتي. بلغاتي زعيماتي. ابدا. اساسي اساسي كاكا. لا كاكا اساسي كاكا. يلا انا مش مزنوق. طب اعمل ايه؟ اساسي كاكا. اساسي كاكا عاديه يعني. زعيمونك يدخلون. هونجا كابونجا. هونجا كابونجا كابونجا. هونجا وبحرف النون الولد ده طيب وحنون العسل ده الولد ده العسل ده. لا 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 لا. هونجا كابونجا. ده الزعيم بتاعهم عنده تسلخات. يالا هونجا كابونجا. هاتوا الجحش ده. هنهوتوا نهوت عليك مايونيز ونهوت عليك كاتشب ونهوت عليه الحاجات دي. طاجن شيكي دودو. لا فرن. مقلونج ولا مشوونج؟ مشوونج. تطلب حاجة تاني مع الأوردرونج؟ شكرانونج. لا بس ما اخلاقش لحد هنا ونوه هفن. قالاتي. لا يعني قالاتي اعملوها حواوشي. اندومي. لا دي مهلبية ومستوية. مهلبية ومستوية. كلت دماغي. مش عارفه الاغي غير ايام طالب رضاها. معاك معاها.
والنبي ياما وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده يا دي ايه ده ايه ده ايه ده ولا طلبة مش دول بلاك تيما والنبي يا حبيبي احتفالات اكتوبر دي هتخلص امتى اقعدي والنبي ياما اقعدي ياما اقعدي بدل ما اجي انا اقتلك اقعدي ما تقولي يا حبيبي في حد هنا بيرسم حنه اخرسي يا حجون حجون لا ده انا الام المثاليه اوه فيفي عبدون امشي يا امشي هدي عجوزه انا كنت عجوز ورجعت شباب سنجل لابس سنجل لابس من غيره بقى وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده الولد ده امشي ياض كله يلعب تحت بلكونته هنرش يلا ايوه الله ينور عليك يا حاجه الوحيده اللي عرفت تقف لهم شايفين اوعى حد فيكم يذبح واحد ولا واحده ايوه اديهم الكتاكيت دي انا مربيها على الغالي قولوا لي اقول لكم الشمرتي فين والبدره فين الله يحرقك يا حاجه وانا فين تعالى يا حاجه تعالى انت في الجنه في الجنه طلبتها ونولتها يا رب عقبال ما حج انت رحت الجنه خلاص اسمعوا هاترو قدرون كمالك لا بك هجرك يا باشا شلت بك يا قتيلة كمالك يا سيكا ناموني كابتولوكيا اتقل تاخد حاجة نظيفة ايوه انا عايز اعرف ايه اللي جاي بقى حضرتك اللي جاي ان شاء الله هم اختاروا الدبيحة يذبحوها وجايب لها قدر يحطوها فيها اللي هو المعلم ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ناكل جميعا يعني دبيحة ايه؟ ايه؟ انا فين؟ ايه ده انا فين؟ انتوا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت رايح افغانستان ما هي هي كنت هتروح افغانستان يلبسوك حزام الاسد تفجر نفسك ادي جيت هنا هو هيلبسوك سيخ وتشوي نفسك عادي يعني طب اسودوا منايل بنيلة سيخ طاووك سيخ طاووك صح يا عم ثانية واحدة سيبونا انا في ايه؟ انت في ايه فصلت ولا ايه مان؟ تقريبا طب خد كل دي انت بتحب افغانستان؟ انا مش بحبها بس بحترمها خد بقى دي الموزة دي عشان تعلي ايوه حاضر ماشي يلا هو في ايه بالظبط هو احنا فراخ بقول لك ايه اهدي ويا رب يكونوا بيحبوا الفراخ اللي هو انتوا وما يكونوش بيحبوا الديوك باذن الله يا رب باذن الله خدي تعالي هنا تعالي انت قلت اسمك ايه مروه الشايب مروه الشايب ده انا اكرم الكومي احنا بقى نبقى اصحاب ومحدش يفرق ما بيننا ونتجوز ونخلف صبيان ودمات بتعمل ايه؟ بفنطكوا الواد ابن المحظوظ ابو صوت رفيع الوحيد اللي ربنا انقذه من حفلة الاكل دي فظيع حظه رهيب الله حظه زبالك الله 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 تاتي طب هقول له انا لو انت زعلان تاتي مش تقول انه في ضيوف ده كلام ده احنا بيت كرم ايه تاتي اونجي كابوم ايه اونجي كابوم عايز ابلونج مصدع والله اساسي تاتي اقعد عشان انت اخرك سوسيس اقعد كالا بلا ها كالا بلا تاتي كاتي بقى كورشي هات القهش اللي هناك حطه جوه حط عليه كاتشابون ومايونيزون ونحط بقى ملح بس مش كتير وزبطه وخلاص انج ما تيجي انت تبخون قالت يا كارشي هات جهشة يا معلم مكتوبه لك يا معلم يا جماعة أنا طعمي وحش والله دقتني قبل كده ما عجبتنيه مكتوبه لك يا معلم أول واحد ايه ده؟ أرعونج سلعونج دوق انت دوقي
انا ادوق؟ خش يا معلم خش عشان ادوق. خش. ايه وحشه؟ لا تقريبا عمل حاجه في الميه تقريبا. من الخوف يعني ما تحطوش ملح ها؟ ناسو سمنونج. سمنونج بلدونج. برضو سمنونج بلدونج. او تعدي او تعدي. لدك مش هتعدي. قالاتي. لدك مش هتعدي. قالاتي. لدك مش هتعدي. يا قالاتي. يا قالاتي. يا قالاتي. هذا. أكل أكلي جاهز. ها. إيه جدعان في إيه؟ وإحنا كفرة ولا إيه؟ في إيه؟ هتتبعونا وتسوونا؟ أنت بتقطع جزر على نفسك؟ أنت فاكر نفسك بسلة ولا إيه؟ أنت إيه؟ خلاص ده أنت بيسلقوك يا ابني، أنت اتسلقت خلاص. إيه ده؟ أنا السلاق؟ أنا السلاق؟ المحفظة. المحفظة. فلاونج فلاونج. ايه كوارشي. ايه كوما مالك فاكر. ايه تمام. احتفال. يلا بلا كمان. كشك ما شاء الله. المصري هيفضل مصري. خدوا يا رجاله لغايه ما يموت ما شاء الله. خدوا يا رجاله صباح الفل. ببلاش دي. ايه اتسلق المعلم ولا ايه؟ اتسلقت. انا ما اتكلمتش على اللي بيحصل ده ابدا. دي جريمه الانسانيه. ايه ده؟ دي جريمه ضد الانسانيه. بقول لك ايه، انت بالذات اخراسي خالص. لغايه دلوقتي هي جريمه فرديه، هتعملي لبط هتبقى جريمه جماعيه. اهبطي. كلمه يا كابتن. نعم. كلم الزعيم بتاعهم. اكلمه اقول له ايه؟ يعني هيفهم لغتي؟ كلمه باي لغه، بالعربي بالانجليزي باي حاجه. صباح الفل يا زعيم. كوما لاكا ماكاسا. اكونا ماكاتيما. جود نايت. كوري ماماكاشيكا. بونجور. مالا ما كاجيرو. النخل. والله بحبك موت يا حمادة. أنا بعدك أنت أموت يا حمادة. أنا قلبي أيوة والهوى وبدوب حب حمادة. حمادة حمادة هو اللي أنا بهوى. حمادة هو اللي أنا بهوى. ما انت قاعد بتفرق. اقعد في حيط. ما تلعبش الحال. الدلق. حمادة. حمادة هو اللي انا جبته. وبحرف النون الولد ده يبقى نور. العسل ده الولد ده العسل ده. حد جايس على رجله. يشي كمالا كاكا. هما كيشي لما كاكا. شمالالا كاكا يعني ايه؟ كمالا كوموناسا. كوموناسا؟ كوموناسا. كوموناسا يعني اعمل ايه؟ يعني كومو اله. كوموناسا يعني اله؟ اه. دي عجبك؟ اه. ده انا كان بنت افريقيه كانت ركبت معايا الميكروباص يعني ما كانش معاها اجره. فادتني دي. دي انا بعرف اتكلم مصري كويس.
لا راجل. وسيبنا استهلك اللغه بتاعتي. يا انت بتتكلم مصري؟ ايوه. انت رحت مصر؟ اه. كنت فين؟ في السيده عائشه في الليبجيه يعني. اه كنت. يا سلام. كنت بشحت في الشوارع هناك. انت بداتها من تحت خالص يعني. يعني لو دي هتاخدها وتسيبنا يعني. ها ها ايه؟ كونشي. 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 شوكه. لا دي سلسله البسها ابقى روش. هونجا كابونجا. هونجا كابونجا. هونجا كابونجا. زعيماتي فس فس أزعريتا. أنا شكلي جيت على مقاس دماغهم واضح يعني. يا هم كده شكلهم افتكروك الزعيم. ما نطلق في القفص يا معلم. كالاتي كوارشي. هونجا دير هونجا اطلب سونجا الدرب ما ياسر شونجا. بقول لك ايه؟ هو قال لك ايه؟ يقول لي هات الدرع وتعالى بسرعة. بس يا عم والنبي هات درع وكيسين اريال يا معلم. والنبي انا واخد علبه بوكس واتنين هوهوس. حاسبني بقى عشان امشي. انت عليك ثلاثه فرط من امبارح يا اشرف. فين ده اشرف؟ ده حسام اخويا. انا اشرف. ايه ده بجد والله؟ لا مش هاكل يا جماعه الكلام ده. يا جماعه مش هينفع كده. احنا مش فاتحينها لله. ايه ده؟ نفس البتاع اللي في السلسله. عشان كده دي بتاعت الزعيم بتاعهم. يا كالابالا رمام. اسمعوا كارفورون مول العرب. حلو. ما دام انا بقى ايه شبطت معاهم انا هلبخهم وانتوا تخلعوا. ها كواشي مراسم ابدا تتويج. مراسم تتويج. انا بقيت الزعيم. لا الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا زيط. ازيط؟ يا هيص براحتك. اسمها هيص. زيطه. زيطه. جاي من الزيطه. كله هيزيط. يلا اختار لنا حاجة حلوة ناكلها. حاجة حلوة ناكلها من دول؟ اه. طب بص مبدأ يا عم خد البتاع اللي لاب خاني دي. مبدئيا أيوة. ها الراجل ده انا ما بحبش السمين. يعني ايه كوليسترول وبتاع. فيا ريت نفرج عنه. كوارشي وكباكا. ايه يا كمولة؟ لا يا باشا والنبي يا باشا والله المكان ده ربنا فيه زبون الحمد لله. يا ابني هو انا بلدية يا ابني؟ يا باشا ده انا بنقذك يا قط. يا باشا معلش يا باشا وفروا لنا اماكن الاول قبل ما تنقلونا. ان شاء الله المحافظ الجديد هيظبط لك كل حاجه. يا باشا ده بياكل خمس عيال المكان ده والله. يا عم اطلع يا عم هتستوي. انت فرحان؟ انت فرحان؟ انت مش فاهم انك بتتعذب. بص بنت ام كاسكته. 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 كاسكنكه. كاسكريكا. آه. هي دي. ماشي. ماشي. هي دي هاتوها نسلقها ناكلها. كالا بالا. كاشي. هات الموزة دي. يا جماعة حرام عليكم تموتوا الصاروخ ليه؟ اصبر عشان دورك جاي. اصبر. ها. حرام عليك خليهم يسيبوني. يسيبوكي ليه؟ من حق. من حق كل واحد ان هو يخش ياخد دوره جوه القدره. حضرتك انت بتاخدي دورك دلوقتي وهم حبوا النوعيه دي من اللحمه. لعلم انا ممكن اسيبك يقطعوكي ويسووكي ويعملوا اللي هم عايزينه بس احنا جدعان برضو. ها ما ينفعش اسيبك. خلاص سيبها يا معلم. سيبها. هونجا كمان. سيبها. احنا ناكل فاكهه وخضار بس. بوليس ارمي الخيار.
يا عم ده مش بوليس، ده بتاع الغاز. ده اليو ان، اليو ان. اهلا وسهلا. دول ركاب الطياره. ايوه، وانا القائد بتاع الطياره اللي وقعت بيها. تمام يعني. الحمد لله. ايوه يا فندم. لا اله والحمد لله، الحمد لله. هبعت لك الاحداثيات حالا. حاضر. لو سمحت حضرتك، الناس دي كانت عايزه تاكلنا من شويه، ومحمد صلاح ده بهدلنا والله. الناس دول يا ابني ده اللي مربيهم بايد. والله بهدلونا، ده كانوا هياكلوا صاحبي ده. لا طب بص. خد بونبوني، تديهم البونبوني تاخد عينيه. بونبوني بونبون سيما. انسحبوه. يلا يا شباب، يلا تعالوا معايا. يا كواشي يا عيفي يهرب. يا شهنانا هنا زعيماتي فسفس. سيك شهتا كاريكا. زعيماتي فسفس ارجوك بيكا. اوكا وارتيجا. قال لك ايه؟ لا ده شايف ان انت الزعيم ولازم تقعد معاهم. انا اقعد معاهم؟ بس بقى خلعني الناس دي. ماشي، الناس دي انا عايزكم انتوا تخلعوا وانا هفضل معاهم انا هنا. ماشي؟ يلا. انت هتسيبنا يا كابتن؟ اسيبكم ايه؟ ما انتوا خلاص واحد جه ينقذكم، انا اللي هقعد مع الناس دي، انا بضحي عشانكم. اتفضلوا اتفضلوا. بالعكس الناس دي زي الفل، انا مبسوط ان انا في وسط الناس دي، لا عندهم اطماع ولا عندهم اي حاجه. والست دي خدوها معاكم، خدوها معاكم. والنبي انا معاكم يا معلم للصبح. مش انا الزعيم؟ زعيماتي. وبحرف النون. الولد ده طيب وحنون. العسل ده. الولد ده العسل ده. لا 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 لا. الولد ده الجميل. الولد ده.